بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا أيمن الجرميتي، صاحب مؤسسة تربوية وباعث مشروع تجاري، رئيس القائمة المستقلة أحرار الجسرين عن ولاية الجسرين. أتحدث إليكم باسمي ونيابة عن أعضاء القائمة. أما بعد، لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، ولأننا نؤمن بحاجة هذا الوطن إلى من ينهض به إلى القمة، ولأن الشباب هم الأمل وبهم ستشرق حضارة البلاد. ولعدم ثقتنا في الأحزاب بسبب التجاذبات السياسية والصراعات على السلطة وانحياز السياسيين إلى أحزابهم وبعدهم على الشعب، نحن صفوة من شباب الجسرين. ها لنا ما تعيشه بلادنا من تهميش ونكران لجميلها، باعتبارها مفخرة الثورة ورعية الثورة ورمز الثورة، باعتبارها قدمت أغلب الشهداء وأكثر الجرحى، ولأن ولاءنا الوحيد هو للوطن ولشعبه الأبي. لقد قررنا الترشح للانتخابات التشريعية بقائمة مستقلة سميناها أحرار الجسرين. إن الجسرين الثائرة سطرت أمجاد تونس على مر التاريخ. تخيل أخي العزيز، تخيلي أختي العزيزة، تخيلوا جميعا أن الجسرين بها مصانع تشغل الآلاف، مستشفى جامعي، مرافق ترفيه للعائلات، نوادي ومنشآت رياضية، بنية تحتية على مستوى، آبار عميقة في جميع المعتمديات والولايات، مسالك فلاحية وطرقات وطرقات سيارة، مركب جامعي متعدد الاختصاصات، الوحدات المغلقة بمعمل العجين والحلفاء تشتغل وتشغل المئات، قرابة 1500 موطن شغل، استغلال مثالي للثروات الطبيعية التي تزغر بها الجهة مثل الرخام والجرانيت والكريستال والفوسفات، الثروات الأثرية والثروات النفطية والطبقة المائية ذات الجودة العالية، بلديات ومجالس جهوية يترأسها شباب غيورين على البلاد وطموحين. يا أهالي الجسرين، أقسم بالله كل هذا هو جزء بسيط من حقنا في العيش الكريم، وهذا هو برنامجنا إن شاء الله. فلا شيء مستحيل إذا كنا إرادة واحدة ويدا واحدة، فيد الله مع الجماعة. نحن هنا صوت الثورة ورجالها، نحن هنا صامدون وبالحقوق متشبثون، نحن هنا لرفع المظلمة، نحن الشباب الثائر، أحلامنا بقيت حبرا على ورق، فهلموا جميعا لتحقيق الأحلام وصوتوا من فضلكم لقائمة أحرار الجسرين. وشكرا. فلتحيا تونس، فلتحيا الجسرين، فلتحيا الثورة، والسلام عليكم ورحمة الله.